نحن هون هلا يا شباب حطينا 50 كيلو مي، حطينا فوق منهم 10 كيلو جرام صودا كاوي، حطينا زيت، طبعا حطينا زيت مستعمل وعنا حطينا زيت زيتون. هذا الزيت اللي عم نحطه هلا زيت زيتون. هذا الزيت معد للاكل. زيت مع الطعام. كنت بدك تشرب منه 16 كيلو زيت يعني تنكه، والباقي زيت الي. تمام. المواد الاساسيه ماء، صودا كاوي، زيوت. ماء، صودا كاوي، زيوت. المواد اللي مو اساسيه، تعال صورتك، كيلو زيت غار، كيلو دريرة عطر.